أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعي برنامج جوك بآخر فقرة لحلقتنا لليوم. وأكيد مثل ما شايفين يعني ومثل ما شفنا بنشراتنا بطقس العرب، أكيد رح تتعرض المملكة لتقلبات كبيرة في الأجواء. يعني اليوم رح تكون درجات الحرارة يعني عالية وأعلى من معدلاتها السنوية مثل هذا الوقت من العام، ويعني ابتداء من يوم الخميس للجمعة رح يكون في انخفاض حاد درجات الحرارة. فأكيد هذا الأمر بيتطلب منكم تديروا بالكم كثير منيح. احنا عندنا نصائح رح نعطيكم إياها لليوم على كيفية التعامل مع هاي التقلبات الجوية. لما بالعادة لما الأجواء بتشوب أو بترفع درجات الحرارة وإحنا بفصل الشتاء، شو بنعمل أول إشي؟ بنبلش نخفف أواعي. هلا نخفف أواعي ماشي، يعني مثلا إذا عندنا جاكيتات ثقيلة أكيد إحنا لازم يعني نتخلى عنها لحتى ما نعرق، يعني لحتى ما يصير في عنا يعني تعرق شديد بالتالي بيؤدي لمشاكل. وبرضه لما أكيد يعني لما الأجواء تكون يعني درجات الحرارة متدنية لازم نلبس ملابس ثقيلة. طبعا الحرص على شرب كميات كافية من الماء لأنها بتنشط الدورة الدموية وبالتالي بترفع كفاءة الجهاز المناعي. وايضا الحرص دائما وابدا يعني بالاجواء الحاره بالاجواء البارده، الحرص على تناول الخضروات والفواكه الغنيه بالفيتامينات ومضادات الاكسده المفيده لتقويه جهاز المناعه. واحنا اكيد طبعا بفتره كورونا يعني ربنا يرفع البلاء والوباء عن الامتين العربيه والاسلاميه وعن العالم كله ان شاء الله يا رب. احنا بحاجه انه نقوي جهاز المناعه، واكيد دائما الخضروات والاكل. يعني في ناس اوقات بتقول شو دخل الاكل، لا الاكل هو اصلا الاساس، اساس صحتنا واساس كل شيء بيقوي جهاز المناعه. في عندنا فيتامينات معينه موجوده بخضار وفواكه ومطعومات وماكولات معينه بتزيد من مناعه الجسم. طبعا دائما الحرص على الحركه لتنشيط الدوره الدمويه. ويعني اكيد مثل ما حكينا لما الاجواء بترتفع درجات الحراره بهيك ايام خصوصا بفصل الشتاء، دائما حاولوا انكم تخففوا الملابس ولكن ما تصيفوا، يعني خليكم دائما لابسين ملابس منيحه للشتاء ولكن ما تتقلوا كثير لحتى ما يعرق جسمكم بالتالي بتفوتوا بمشاكل اخرى. متابعينا خلصت حلقتنا لليوم وان شاء الله تكون هيك خفاف عليكم وافدناكم بمعلوماتنا. اكيد بدي اتشكر كل مندوبي طقس العرب الكرم معنا اليوم بمحافظات مختلفة من المملكة، بدي أتشكر محمد الشاكر أكيد اللي زودنا اليوم بحالة الطقس وأكيد عن المنخفض الخماسيني شرح لنا أكثر، بدي أتشكر أكيد يعني صيدلانية وصديقتنا رشا مناصر اللي حكت لنا أكثر عن كيفية التعامل مع يعني مرضى الجهاز التنفسي والربو في هاي الأجواء. وبالنهاية أكيد بدي أحكي لكم أكيد مرة ثانية يعني كل عام والأمتين العربية والإسلامية بألف ألف خير بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وأكيد في أشخاص بتحتفل في هاي الذكرى يعني وبتحييها بأنها بتصوم هذا اليوم. وأكيد بدي أذكركم بالسؤال اللي طرحته عليكم في بداية الحلقة وهو أكمل مثل الشعبي التالي: هوى ضارب يقلع. كملوا المثل وأكيد تقدروا إنكم يعني تتابعونا على يوتيوب وعلى إنستغرام وعلى فيسبوك، وأكيد طبعاً حملوا تطبيق طقس العرب اللي من خلاله أيضاً تقدروا أنتم تشوفوا درجات الحرارة وحالة الطقس ل 14 يوم بإذن الله تعالى. دائما وأبدا نقول الله تعالى أعلى وأعلم. وأكيد تقدروا تصوروا عبر منصة أنت الراصد ومن خلال تطبيق طقس العرب تصوروا المنطقة اللي أنتم فيها والأجواء اللي أنتم موجودين فيها مع ذكر الاسم والمنطقة لحتى نشارككم فيها في حلقاتنا القادمة. رح يكون معكم بكرة زميلنا أسامة الجتاوي بفقرات متنوعة وضيوف متعددين. بدي أتمنى لكم أنا سالي بريتخ بقيت نهار جميلة وممتعة وإلى اللقاء.